قلت له بدي على التاكسي. انا ماشي دعيته مش رفعت عليه ده لانه سبني. قال كلمه واحده بانه هو هددته بالقتل وعنده نمره التليفون وطلبت فتح تحقيق لانه غدا توقع له شي حاجه ياكل غير شي حاجه ماشي ضربه غير شي طنوب اش هي تقال انت اللي قتلتي اي بس سير رجع لك ما نقولكش انا في امريكا اش كديروا معهم سير تشوف حريه التعبير انا كيفاش دايره في الصحافه سير قول شي واحد يدير شي فيديو ويتهم شي واحد بتاجر مخدرات بشفار كذا كذا سير دير انت غدا هنا يا سير دير انت ومع ذلك منين المحكمه ما طلبت له لا فلوس لا حبس منين المحكمه حكمت وقالت له خصك تلغي داك الشيء كامل وتنشر الاعتذار قلت للمحامي تنزلوا عندها فقط ما بحالو كثير من الناس اللي أساءوا لي بطريقة أو بأخرى ما عمرني في حياتي مشيت إلا على هذه الكلمة فقط قال بأنه تلقى تهديد أنا ما كان عارفه ما اتصلت به ما كان ما ما, ما, ما.